برعاية سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، وبدعوة من الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في المملكة، أقيمت على مسرح مدرسة كلية راهبات الوردية أشمساني أمسية موسيقية أحياها المغني الأوبرا بيرسلاف جيركوفيك وعزفة البيانو رانيا جيلات. حضر الأمسية الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن والأمين العام للمؤسسات التربوية المسيحية في المملكة الدكتور نبيل خرمان وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات المجتمعية. وفي بداية الأمسية رحبت مديرة المدرسة الأخت الراهبة ليليا النمري بالمطران خضر وكافة الحاضرين.